ليس في لبنان منطقة يستولي عليها حزب الله، سواء كانت في الجنوب أو غير الجنوب، ونحن ضد هذا الخطاب منذ البدء وفي هذا التوقيت بالذات، لأن هذا الخطاب هو خطاب تحريضي. وأنا هنا أسأل، هل حضرتك من الطابور الخامس الذي يريد أن يوظف هذا الحراك لمآرب طائفية ولمآرب سياسية، وتريد أن تصور أن في لبنان منطقة شيعية ربما هي تحت سيطرة حزب الله، ولا بل هذه المنطقة هي محررة وهي منطقة ذات سيادة؟ بأغلبية الحراك هو خرج ممن جاء بعد الطائف، خرج ليقول هذا النظام يجب أن يسقط، رئيس الجمهورية رئيس غير شرعي الآن، ميشيل عون رئيس غير شرعي يسكن قصر بعبدة سكنا، يجب أن يزول، يجب أن يستقيل، واستقال أحدهم وهو سعد الدين الحريري أكبر الفاسدين، وعلى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يحترم الشعب، وبعد انتخابات ديمقراطية إذا فازت الأغلبية فيها يجب أن يتغير نبيه بري. هؤلاء قادة ميليشيات، هؤلاء تورطوا في الحرب، تورطوا في الدماء، كلهم أيديهم ملطخة في الدماء، ولطخت أيضا بأموال الشعب اللبناني، 300 مليون دولار سرقوها هؤلاء من الشعب اللبناني، يجب أن تعود. أما بما يتعلق بهذه الفوضى الذي يتحدث عنها بإسقاط موقع رئاسة الجمهورية وإسقاط موقع رئاسة مجلس النواب وإسقاط هذه المواقع كلها، لنقول أننا نذهب باتجاه التغيير الأمثل، هذه الفوضى الخلاقة وهذا الخراب الذي يريده البعض، لم يتعرض أحد في هذا الحراك إلى موقع رئاسة الجمهورية وإلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، ولا حتى إلى موقع رئاسة مجلس النواب، ولا إلى المقاومة وسلاحها. هنالك بعض الأصوات التي يعني ظهرت من هنا وهناك وهي موظفة سياسية. احترم مقام رئاسة جمهوريتك، هذا أقل ما يمكن أن تفعله كلبناني على منبر عربي. احترم موقع رئاسة الجمهورية وكن وفيا لهذا الموقع ولدستورك. هذا فخامة الرئيس وتاج رأس الجمهورية، فخامة الرئيس وتاج رأس الجمهورية اللبنانية أيضا بالتوازي هو المقاومة اللبنانية. سوف أجعل الختام عندك أستاذ عامر، يعني تفضل حتى أذهب بعد ذلك أستاذ عباس. ليس عادة أن أسمع صراخا من ست سندريلا، ولست مستعدة أن أسمع شتيمة دبلوماسية بتعابير منمقة. أنتم تستعملون الشتيمة ولكن بأسلوب دبلوماسي لفخامة رئيس الجمهورية. أنا أرفض أن أكمل الحلقة وهو يتعرض إلى فخامة رئيس الجمهورية. ساعديني بس، فقط ساعديني أبدا حتى ليقول أفكاره دون التعرض لمقام فخامة رئيس الجمهورية ودون التعرض لرئاسة الجمهورية. نحن في جمهورية يا حبيبي، لسنا في دولة إرهابية أو دولة تكفيرية.